بسم الله. دلوقتي لو انا عندي حائط كارتن وول وعايز احط عليه دور، اجي اختار الدور واجي احط، مش هيرضى، بينما لو حط عادي هيرضى. تمام، في كذا حل، منهم ان انا اجيب باب بيكون كارتن وول. هنشوف حل تاني برضو، ان انا هاجي هنا في السكشن لو انا جيت على الجزء دوت وقلت له انا عايز اعمل سيلكت، هلاقي علامة على كل كارتن وول. طب انا هدوس تاب الاول، هلاقي علامة على الجزء دوت. طيب انا عايز اغير النوع دوت لحائط عادي، اجي هنا اقول له امبن وابدا اغيره لاي حائط عادي وليكن مثلا دوت. تمام، عايز احط هنا الباب، اجي اقول له الدور هيوافق عادي بدون اي مشاكل خالص. تمام، وممكن تغير الماتيريال بتاعت الحيطة دي للزجاج. تمام، اخد الجزء دوت هقول له امبن ديليت، والجزء اللي فوق برضو هروح ده ستاب واروح مغير النوع بتاعه لاي ماتيريال زي ما اخترنا المرة اللي فاتت. تمام، وليك ان انت تخش اديت تايب اديت ماتيريال وتديله اي ماتيريال غير المنسوري بريك. تمام، دي طريقة بسيطة جدا على اساس ان انت تحط الباب في الكارتن وول.